السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نعمل عملية تسجيل لكيفية تنزيل برنامج المايكرو سي. هنستخدمه لكتابة برامج برمجة المايكرو كنترولر. عندنا لما نفتح البرنامج الملف المضغوط اللي حنزله عن المودل، في رابط حنودينا على ملف معين نزله من الجي درايف تبعي، حيكون شكله مضغوط بالطريقة هذه. تمام، حنفتح الملف حيطلع عندنا في قلبه ملفين زي هدول اللي هم الانستليشن فايل والكراك. تمام، بالاول هبدأ الانستليشن فايل طبعا زي العادة، نعمل ضغط عليه نعمل انستليشن للبرنامج. تمام، الان بدأ يعمل عملية فك للست اب فايلز، يعمل انباكينج للداتا يعني، وبعدين هكمل انستليشن زي اي برنامج تاني. نيكست، اي اكسبت، نيكست، install all for all users طبعا next، هاي نزل كل شيء مع examples next، بعدين هعمل user public في اي في documents يعني في نفس default folder ينزل ماشي install، وهنزل بالطريقه هذه اللي هو البرنامج تبعنا اللي هو ايش البرو مايكرو سي برو فور بيك 2019، هو احدث واحد موجود. بياخذ شوية وقت لكن بطولش كتير، فمش هوقف التسجيل لأنه عمليا مش داعي. تمام، finish. Do you want to install code grip suite version 1.1؟ نقول له yes، مع انه حيطلع هذا الشيء مش حنستخدمه بعدين، بس يعني احتياطا لحتى نصل في مرحله معينه في التوتوريال بالزمن له، نقول yes احنا ونمشي. هاي طبعا next، اوكي next، نختار مع السيوت هذا اللي هو 1.22 لبرمج عشان اعمل البروجرامر في البرمجة عن طريق الحاسوب تبعنا. طبعا كل هذا الكلام مش حلزم احنا في العمل تبعنا، بس بننزله احتياط لحسن بعدين يعني في اخر الفصل او اخر العملي نعمل تجربة او هيك يطلب مننا السيوت هذا بزيادة. I accept next next install، هنزل كمان السيوت الثاني اللي هو الكود جريب. طبعا لاحظوا معي هان وبدأ مباشرة يطلع عندنا هان الايكون اللي هو المايكرو سي، اللي هو هذا المايكرو الايكون الاساسي تبعنا اللي حنشتغل عليه اثناء عملنا. تمام، الى جانبه على لون الانستليشن كلرز الموجودات عندنا هان حيطلع عندنا الكود جريب سيوت، هذا الايكون الثاني. كل هذه الايكونز حتطلع عندنا على الشاشة، مش حنستخدمها، حنستخدم بالاساس هو المايكرو سي فور بيك او مايكرو سي برو فور بيك اللي هو هذا. تماما، حيطلع كمان كمان شوية ايكون ثالث، وبرضه هذاك له استخداماته الخاصة حكيت لكم عنه كمان شوية، لكن برضه احنا عندنا مش حنستخدمه قطعا لانه هذا بنستخدمه لما نكتب البرنامج عندنا على الكمبيوتر، نعمل له كومبايلينج هيكس فايل وننزله بعدين على ايش على مبرمجه بيسموها، بيكون حاطين المايكرو كنترول على قطعه خارجيه، القطعه الخارجيه هذه تحت البرمجه مشبوكه على اللابتوب، وبننزل البرنامج من اللابتوب على المايكرو كنترول كهاردوير يعني فيزيكال وورك. احنا مش هنشتغل شغل هيك فيزيكال وورك، ما فيش عندنا امكانيه نعمل، ما فيش عندنا كتات اصلا في حتى في الكليه فيش كتات، احنا هنعمل كله سيموليشنز. فهنعمل البرنامج هنا
وننقله بعدين إن شاء الله على برنامج تاني ولا سيموليشن يسموه بروتاس، وهنكمل الشغل هناك تمام. فحتى هذا مش حيلزم كمان. على أي حال بس حيلزمنا المايكرو سي برو 4 بيك اللي هو هذا الأيكون تمام. وصلنا للنهاية. فينيش طبعاً. you want to still micro brooks suite programmer اللي هو version 2.8، بقول له مظبوط yes. حين هعمل كمان مرة هان okay welcome to micro brooks suite pick for version 2.8 setup، بقول له ماشي next I accept next install for all users، بقول له نعم next وinstall تمام. وصلنا هلا انا عم كومبليتنج للمايكرو بروك سوت فور بيك فيرجن 2.8 سيت اب. خلصنا مع الفينش. ها بقول لك دو يو ونت تو انستول مايكرو بروك سوت درايفرز. الدرايفرز هذه بقولها نو ونقف تمام. نو ونقف حفتحها اقول يس عشان تشوفوها وحاجات بعديها، بس هذه في داخلها لما نفتحها الان حاول هذا شغل المبرمجه اللي هي هذه طلعت تو عنا شايفينها. هاي المبرمجه احنا نتعامل مع النظام التشغيل تبعنا الاوبريتنج سيستم تبعنا هو اي ويندوز شغال عندنا تمام. فعشان نعرف هذه بدنا نعرفها على الجهاز لازم نقول هان يس ونختار نوع الويندوز اللي بدنا اياه. زي ما شايفين عندنا الدرايفرات للويندوز 98 2000 اكس بي اكس بي ويندوز فيستا اللي هو 64 ويندوز فيستا 32 وكلهم هذول ايش مش جهازي، يعني مش ويندوز راكب عندي على الجهاز. ويندوز راكب عندي هو ويندوز 10، وبالتالي انا استغنى عن الخدمات هذه واصلا ملزمش لانه مش هستخدم اصلا برمجه هاردوير فيزيكال وورك. يعني عن طريق نشوفه عن طريق كابل على المبرمجه وننزل الكود اللي حنعمله على البرنامج المايكرو سي على مايكرو كنترولر عن جد فيزيكالي بشكل حقيقي موجود وننزله عليه عن طريق المبرمجه هذه. فمش حيلزم اصلا الدرايفر، فبقول نو بكون لك انتهينا من الشغل. الان نجي على ايش على ثلاث ايكونز هذول اللي حيطلعوا عنا. هي واحد هاي الكود جريب سيوت ركبناه بعدين، وهذا الاخر واحد تبع المبرمجه، وهنا عندنا ايش المايكرو سي برو فور بيك. لو فتحنا هاي الاشاره هذه طبعا لازم بده اذن من الادمن، بقول له يس اوكي. فتح البرنامج بالطريقة هذه. لما فتح البرنامج بالطريقة هذه حيطلع عندنا الواجهة اللي هي متعارف عليها في ايش في بالطريقة هذه. في هذه واجهة هي نيو بروجكت اوبن بروجكت كذا كذا. اللهم حنلاقي مكتوب هان نوت ايش نوت ريجسترد. ما دام نوت ريجسترد يعني ايش بده مش مسجل انه هو برنامج ايش بده كراك، لانه مش يا يعني بتسجيل بشكل رسمي نشتري بفلوس، يا اما حنعمل له ايش؟ نعمل له جيب لي كراك تبعه وندخله عليه. فعشان ندخل كراك بنعمل هان ايش؟ نطفي البرنامج ونسكره وبنروح على الكراك اللي هو هنا هذا الملف الدي ال ال، بنسحب نعمل له نسخ كوبي وبنروح على البرنامج تبعنا وبنقول له روح اوبن فايل لوكيشن. نفتح الاوبن فايل تبع اللوكيشن تبعنا هان وبنعمل هان ايش؟ بس. We'll replace file in destination. We'll replace file in destination. سكر المفرمة في كم مرة وبنفتح نفتح بالطريقة هذه تمام. اشتغل البرنامج وزي ما انتم ملاحظين وشايفين انتهت موضوع يطلع النت ريجستر. صار اختفت النت ريجستر وصار ايش البرنامج عندنا جاهز وللعمل في المرة القادمة إن شاء الله. حيطلع أنا أعمل أبديت لفيرجن 6.7.6. حقيقة أنا جربت ولقيت إنه هذا الإصدار بيطلع لي كم مرة فيرجن 7.5، فوفرت هاي المحاولة الثانية كمان مرة وما قمتش فيها أصلا، فبقول له هنو بديش أعمل تحديث. هذا بالنسبة لتنزيل وتنصيب المايكرو سي تمام. هنحطه على تحت الرابط الموجود في المودل، بتروح على الرابط بتصدم المجلد كامل مضغوط بالضغط وبتعمل خطوات زي ما انت سجلتها انا بالضبط. يعطيكم العافيه وبارك الله فيكم، وان شاء الله الى اللقاء في المره القادمه.